طيب نروح لموضوع آخر. نجوم منتخبنا الوطني المحترفين اللي شاركوا في بطولة أفريقيا رجعوا مرة تانية أنديتهم في أوروبا وتألقوا كمان في المباريات اللي لعبوها، سواء بنتكلم طبعا عن الدولي محمد صلاح أو تريزيجيه أو مصطفى محمد. نجح نجوم مصر المحترفون في تقديم أداء مميز هذا الأسبوع في أول جولة عقب ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي احتل فيها منتخبنا الوطني المركز الثاني عقب الخسارة من السنغال الأسبوع الماضي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف. اختار موقع هو سكورد العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم محمود تريزيجيه كأفضل لاعب في مباراة بشكاك شهير وغازي عنتاب، حيث حصل على 7.9 من 10 في تقييم الموقع، وهو الأعلى بين كل لاعبي الفريقين. ونجح محمود حسن تريزيجيه في صناعة هدف لفريقه إسطنبول بشاك شهير في أول مباراة له بالدوري التركي بعدما انضم معاراً من أستون فيلا الإنجليزي، وصنع الهدف الأول الذي سجله بيزي في الدقيقة 34 قبل أن يضيف سردار غورلير الهدف الثاني في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي شهدت مشاركة محمود تريزيجيه حتى الدقيقة 77. هذا الفوز رفع رصيد بشاك شهير إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد غازي عنتاب عند 35 نقطة في المركز التاسع. في الوقت نفسه تعادل فريق جالتا سراي المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر مع قيصر سبور بنتيجة 1-1، حيث بادر قيصر سبور بالتسجيل عن طريق كاردوزو في الدقيقة 70، وتعادل مصطفى محمد لفريق جالتا سراي في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وذلك بعد أن شارك كبديل في الدقيقة 60 على حساب النجم الفرنسي بافتين بي غوميز. هذا الفوز رفع رصيد جالتا سراي إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما ارتفع رصيد قيصر سبور إلى 35 نقطة في المركز العاشر. وشارك محمد صلاح في الدقيقة 60 من عمر لقاء فريقه ليفربول مع ليستر سيتي في إطار الجولة 24 من عمر الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تألقاً واضحاً للنجم العالمي محمد صلاح، وتصدت العرض لكرته السحرية، وانتهى اللقاء على واقع فوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء. كما شارك صلاح أساسي في مباراة فريقه ضد بيرنلي التي انتهت على واقع فوز فريقه بهدف مقابل لا شيء.